نبتدي مع حضراتكم فقرتنا في صباح الخير وأهمها أخبار اللي حصلت امبارح، وأبرزها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في قصر الاتحادية الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وشهد اللقاء التباحث حول مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصة تطورات القضية الفلسطينية، وتم التوافق حول تعزيز جهود مصر والأردن نحو تقديم الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين ومن أجل العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق مرجعيات الشرعية الدولية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة أخيه جلالة الملك عبد الله إلى القاهرة، مشيدا سيادته بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، ومعربا سيادته عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري. كما ثمن سيادته الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في إطار رعاية الجالية المصرية الموجودة في الأردن. حيث اصطحب سيادته ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت لجلالته مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وأضاف المتحدث أن ضيف مصر الكريم أعرب عن التقدير العميق الذي تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وكذلك مسيرة العلاقات على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، مؤكدا حرص الأردن على الاستفادة من جهود مصر التنموية في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك. وعقب انتهاء الزيارة حرص السيد الرئيس على توديع جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية مغادرا بسلامة الله من مطار القاهرة. امبارح ايضا السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية كتبت على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، وقالت: كانت مصر عبر تاريخها من أوائل الدول التي عملت على تمكين ذوي الهمم، وستظل تعمل على تعزيز دورهم ومنحهم الفرص الكاملة من خلال المبادرات الرئاسية والحكومية المختلفة. كمان امبارح كان في مجموعه من الاخبار والاحداث المهمه، ومنها نفي الحكومه للشائعات اللي ترددت بخصوص انتشار مرض الحمى القلعيه بين الماشيه في مصر، ومؤسسه حياه كريمه اطلقت مبادره بطل انا لدعم اهالينا القادرون باختلاف طوال شهر ديسمبر. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها تأكيد الحكومة إنه لا صحة لانتشار مرض الحمى القلاعية بين الماشية في مصر نتيجة غياب حملات التحصين لحمايتها.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إن دي مجرد شائعات، وإن الوضع الصحي للماشية بكافة محافظات الجمهورية آمن تماماً، وكافة التطعيمات والتحصينات الوقائية لرؤوس الماشية متوفرة بشكل دوري ضد أي أمراض وبائية. وقال كمان إنه تم إطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع منذ 19 نوفمبر 2022 في كل محافظات الجمهورية. امبارح وزارة الداخلية قالت إنه بمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، بيواصل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة استقبال السيدات بمستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية مجاناً بالفترة المسائية من الساعة 5 ولحد الساعة 8 مساءً، وده مستمر حتى 10 ديسمبر الجاري بالعيادات الخارجية، وبيتم توقيع الكشف الطبي على السيدات وصرف العلاج اللازم ليهم بالمجان. امبارح تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مبنى دار الكتب والوثائق القومية بكورنيش النيل، وجهت وزيرة الثقافة بالتوسع في رقمنة الوثائق وحفظها بشكل يناسب أحدث وسائل الأرشفة العالمية لتقديم خدمة مميزة للباحثين. وكمان يتم العمل على تدريب العاملين بأقسام الدار لرفع كفائتهم على أحدث وسائل الحفظ والترميم والرقمنة بالتعاون مع أقسام الوثائق والمكتبات في الجامعات المصرية. امبارح أعلنت مؤسسة حياة كريمة إطلاق مبادرة بطل أنا لدعم أهالينا القادرين باختلاف طول شهر ديسمبر. المؤسسة قالت إنها هتوفر دعم طبي وأجهزة تعويضية وتدريب لخريج الجامعات من ذوي الهمم في سوق العمل ومحو الأمية الرقمية ومحو أمية الصم وغيرها، مع إطلاق ملتقى توظيف من أجل توفير حياة كريمة. وفي جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، وأبرزها إنشاء وحدة التواصل والدعم للمعلمين في مطروح، وتجهيز مقر مكتبة مصر العامة بقرية بني عدي بمنفلوط في أسيوط تمهيدا لافتتاحها، وطرح كميات إضافية من الأرز بسعر 15 جنيه للكيلو في المية. أخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من مطروح اللي تم فيها الموافقة على إنشاء وحدة للتواصل والدعم للمعلمين تختص ببحث شكاوى المعلمين والعمل على حلها، وكمان دراسة كافة المقترحات المقدمة من المعلمين وإزالة المعوقات والصعوبات اللي بتواجههم أثناء أداء العمل. في الأليوبية قرر الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها إعفاء طلاب المدن الجامعية الفائزين في الأنشطة الطلابية من مصروفات شهر كامل، واللي شاركوا في الأنشطة هيتم إعفائهم من مصروفات نصف شهر، وده تقديراً لمشاركتهم الفعالة في مختلف الأنشطة الطلابية. في أسيوط تابع المحافظ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الإجراءات والتجهيزات الخاصة بمقر فرع مكتبة مصر العامة بقرية بني عدي بمركز منفلوط، وشدد المحافظ على تذليل أي عقبات بتواجه أعمال المكتبة تمهيداً لافتتاحها أمام الجمهور في أسرع وقت ممكن. في المنيا تم طرح كميات إضافية من الرز بسعر الكيلو 15 جنيه، وده في إطار ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة. في دمياط تبعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورصف أربع شوارع رئيسية بمدينة فرسكور، وهي شوارع الشيخ عبدالله والنقراشي والإمام محمد عبده وعبد الوهاب داود، وده بعد تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات المرافق والإنارة وأيضاً إنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار. في الشرقية قال اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري إن الحملة القومية للتحصين ضد مرضي التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع قامت عن طريق 180 لجنة خلال الأسبوع الأول من الحملة بتحصين 121,746 رأس ماشية. في أسوان أعلنت المحافظة فتح باب التسجيل في اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل، وده لمرحلة البراعم في رياضات الملاكمة والتايكوندو والجودو وتنس الطاولة تحت شعار مصر تستكشف أبطال المستقبل. في شمال سيناء بدأ 18 طبيب من جامعات القاهرة والزقازيق والأزهر والمنصورة في تقديم خدمات الكشف وإجراء العمليات مجاناً للمرضى من أهالي شمال سيناء بمستشفى بئر العبد التخصصي. في قنا تم إطلاق فعاليات افتتاح الدورة العربية الـ17 لخماسيات كرة القدم اللي بتقام بجامعة جنوب الوادي خلال الفترة من 3 ولحد 8 ديسمبر الجاري بمشاركة 21 جامعة مصرية وعربية.
في جنوب سيناء أطلقت مديرية الشباب والرياضة أولى الورش الفنية لشعبة الفن التشكيلي بمركز التنمية الشبابية بمدينة شرم الشيخ تحت شعار اكتشف موهبتك، وده بهدف استكشاف ودعم المواهب بمراكز الشباب.